مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في الشاشه التفاعليه لشوف تيفي. اعلنت وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه اليوم الاربعاء عن تسجيل 3604 اصابه جديده بفيروس كورونا كوفيد 19 خلال 24 ساعه الماضيه، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس الى 1,212,906 حاله في المغرب. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت 2161 حالة شفاء إضافية، ليصل عدد حالات التعافي إلى 1,173,341 حالة، فيما تم تسجيل 3 ديال الحالات ديال الوفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16107 حالة وفاة. وكتوصي يعني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يعني المواطنين والمواطنات بالالتزام قواعد الصحة والنظافة والانخراط في التدابير الاحترازية اللي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.